السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتابعين، متابعين قناة دراجين الطفيلة. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. اليوم السبت الموافق 6 من كانون 2 لعام 2024. عدنا والعود أحمده بعد غياب طويل. آخر فلوق نزلت والله ناسي، آخر فلوق أتوقع أنه قبل رمضان السنة الماضية. والله هذا آخر فلوق. مثل ما تشايفين أي وصلت إلى العقبة والبحر الأمام اللي شايفينه، هذا راح يرافقني على طول رحلة القادم إن شاء الله المتوجه إليه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. طيب بدي صراف الآن، أسحب مصاري بعدين أحول ريالات وبعدها أشتري لي شغلات من هنا. نقول بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. راح أبيت اليوم في العقبة عند أخوي وصاحبي معاذ شبيلات أبو محمد، وبكرة إن شاء الله صباحا راح أنطلق إلى الحدود الأردنية السعودية. وينك يا علاني؟ هذا الدخل الثاني. طبعا مثل ما أنتم شايفين برنامج الخرائط الجوجل ماب لي شهرين تقريبا مشغال من بداية الحرب مع غزة، عطلوا مشان صواريخ الحوثيين. المفروض يكون هنا، من المفروض يكون هنا. بنوقف وبنسأل يا الله. هيو والله ما انا شايف. طبعا كل محلات الصراف الموجودة هنا 1 2 3 رفضوا صرفوا لي لأجيب الهوية. يا عمي معي جواز سفر، معي تطبيق سند، معي رخصة، أقول لأجيب الهوية بعد 60 محاولة زبطت لهم. وين مطعمنا؟ وين مطعمنا؟ أتوقع أنه هنا قريب. الله أنه هنا. خلينا صفانة، أشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. وبعد ما عشاني المعذب الغانم المحترم مرحين على الشق الدنام، لأني والله في نعس مو طبيعي. بحط راسي ونام. بكرة إن شاء الله بعد الساعة 5 أكون مشغل ومتحرك إلى حجر، وهيك بنقدر نقول ودعنا العقبة إن شاء الله. بكرة طالعين منها، ما أظن أني أرجع منها، بدي أرجع عن طريق تيمة وتبوك. هيك الخطة اللي أنا راسمها. معلش معلش، وين رايح أنت؟ السلام عليكم. كل الشكر أبو محمد، ما قصرت على ضيافي وأزعجناك. والله براك والله. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك أبو محمد. ثمان الله مع السلام. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساعة قديش؟ 5:30. فيها نسمي لطيف باردة، ها بس كويس الجو جمالا كويس. خلينا نحدد وجهتنا. وجهتنا إن شاء الله إلى أطهر بقاع الأرض، إلى مكة المكرمة. وصلت الحدود الأردنية. وين أروح إخوان؟ أنا أول مرة أجرب السلافة هذه. وين أروح إخوان؟ وين أروح؟ وين الجوازات؟ خلينا نطفي الكاميرا ونجيب العيد الحين. يا بوي خلصت الجانب الأردني على السريع، دفعت 10 دنانير ضريبة خروج عني و5 عن الدراجة، إجراءات سريعة ما قعدت 10 دقائق. ادعو يا رب انه تمشي الأمور هانا، ما يطلبوا تريبتك. شو تريبتك هسع؟ بس خلوني أنفذ وبعلمكم عنه شو هو. الحمد لله رب العالمين، الأمور سلكت على العال، ما طربوا لا تربتك ولا ما يحزنون. الآن أنا في حقل، صليت الفجر، نكمل مشوارنا إن شاء الله.
انا ابين اربع دول: الاردن، السعوديه، مصر، فلسطين. امورنا تمام. بسم الله توكلنا على الله، نعبي البنزين ونقول يا رب. المسافه اللي قدامنا تقريبا 1150 كيلومتر، نشوف قديش نقطع منها اليوم، نكمل بكره ان شاء الله. نقول يا رب. يا الله توكلت عليك. طبعا حولت تلفوني الى حزمة المسافر بس لغاية الان ما تفعلت، والاشارة مع الاقمار الصناعية صفر، خليها على سبحانية هسه اشوف. اهلا اهلا في حقل، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، وكأني في العقبة، ما تغير شيء، جبال، شوارع، بحر، نفس التضاريس. الله يذكرني ان شاء الله حلو. هنا في عبارة مضيئة، ما بعرف اذا شايفينها ولا لا. هذه مقولة لي الله يرحمه الملك عبد العزيز. هاي صورة جبتها من النت، تفرجوا عليها شوفوها. ان افضل البقاع التي، والله انا مش مبين كثير. بسم الله توكلنا على الله، وتسجيل دخول الى الاراضي المملكة العربية السعودية، ونقول يا رب تيسر امري وتهون علي عناء السفر والتعب. خلونا نجرب البنزين السعودي، وش رايكم؟ السلام عليكم. احمر فيه؟ احمر دللي دللي، بطلع لك. عبيت 14 لتر تقريبا، 15 لتر 35 ريال، يعني تقدر تقول 7 ليرات. يا بلاش يا بلاش. طيب خلينا اشتري مي، بعد هيك ما بضلين وقفات الا نطلع من حقل وخلص. الحمد لله رب العالمين، وصلت مدينة ضبة. أنا الآن على كورنيش ضبة، طلعت تقريبا 270 كيلو، ما وقفت مشوار واحد. اكتشفت إنه الكاميرا طول الطريق ما بتصور، وبطارية فاضي أنا بشحن فيها. وقفت أسوي دريك شاي. هذا كورنيش ضبة ما شاء الله، جو رايق، والبحر هادي. بسم الله، لميت اغراضي بعد ما شربت شاي، جيت بدي اشغل الدراجة. وقف عندي صاحب السيارة هذي، الشب هذاك، هيو سواليف سواليف انا وياه. قال انت، لفت انتباهي نمرة الدراجة من الاردن، قلت من الاردن. راح قلت لا والله ما انا راح يا اخوي، انا زلمي طالب قصد الله وناوي عمره ان شاء الله. شاب ما شاء الله عليه، الله يحفظه ويبارك فيه ويعطيه الصحه والعافيه، عنده طموح، فترك وظيفته وقاعد هسه بيشتغل في التصوير وفي المونتاج، ويشتري درون ويصور وكذا. قلت لي احسنت، قلت اسمع، انا عند مقوله تحب ما تعمل واعمل ما تحب، سوي اللي في بالك ولا تشاور واحد، سوي اللي في بالك ولا تشاور. يعني ياما ناس نبهني انه لا تطلع لحالك على السعودية، لا تطلع لحالك ودير بالك لحالك ما بزبط. قلت ماشي توكل على الله، اول شيء انا من لحالي، انا معي رب العالمين هو معي. طيب بعيد وبكرر، من يوم من لما طلعت من حقل تفاجأت انه الكاميرا ما بتصور، قلت والله ما انا موقف لا شاحنك ولا شيء، خليك على اول وقفة اللي هي وقفت، انا شحنتها شوي، وجهتي هي الوجه الى الوجه. تقريبا ساعة واربعين دقيقة بكون اذن الظهر، بتوضى وبنصلي الظهر مع العصر، وبنكمل ان شاء الله الى ينبع.
حب بنزين ماشي 265 على الفل، لسه ظل معي تقريبا 240. لا بعبي من قدام لبهون الشباب اللي كانوا طالعين على السعودية قبلي في السيارات كمان، قالوا له دير بالك توفر محطة وقود على السريع، عبي وفلل عبي وفلل. أنا ما شاء الله تنكي هذا 23 لتر، يعني مشينا حوالي 450 500 كيلو عفوا. إن شاء الله بنعبي من قدام. والله مبين عليه مدينة كبيرة، ظل مدينة كبيرة. طيب بلشت اشعر في الشوط لما اوقف، اتخيل الطاقية تطبخ راس الطبخ. انا الان بقدر اقيم الطريق الساحلي واقارنه بالطريق وقارن بطريق تبوك وتيمة. الساحل للحافلات وللي مستعجل والله انا ما بنصح فيه، لانه مثل ما شفتوا كل تريلات ومطبات بكثرة، يعني ما بتقدر تدعس فيه مسافات طويلة تمشي 140 وظلك ماشي ما في. لي بحدود نص ساعة وانا هاي سرعتي 60-70. ليش؟ الدراجة شوي قطعتني بنزين. المفروض على الفل تمشينا 450 500، خلينا نموت 400، لكن على 350 طفت معاي الا حولت على احتياط. ظل قدامي تقريبا عن اول كازية او اقرب كازية 5 دقائق 9 كيلو. واخيرا لقينا محطة. توب اذا بحط 95، بحط 95. الدلال مو زين احيانا، والله ان الدلال مو زين. شو مال 91؟ شو بشكي؟ طيب عبيت 20 لتر ونص في 44 ريال. خلينا نصفر العداد هذا حتى ما نغلط نفس الغلط، نقول بسم الله بدنا نعوض فرق الوقت اللي مشينا على مهنا. يلا بسم الله توكلت على الله. خذني معاك ان كنت قاطع الصيد الثاني، خذني معاك. تعلق الكاميرا وتطفي في المناطق اللي بتكون بدي اصور فيها. وصلت الوجه وطلعت منها، وقفت التقطت صورة هنا صورة هنا، كمل وجهتنا بعدين مع الجوبرو. صح كاميرا محترمة، لكن في الوقت اللي بدك اياها تصور بتقول لك باي باي. معلش يلا تحملك يلا. شقت ثاني ومشيت. يا الله القطعة هاي السوداء الصغيرة هاي اللي شايفينها اشتريتها من موقع شيئاً، كان حقها $3 او $4، لكن عند حاجتها والله بتسوى لها $30. والله مرقت في شوارع قبل شوي يكون ربع ساعة وانا مثبت السرعة زي هيك وتاركها بتريح ايدي شوي. يعني تخيل تقعد حوالي 9 ساعات وانت طول النهار وانت ماشي، واذا كان يعني كتفك بروح، هذه كونها ما لها دخل، هذه بس الكلتش بتريحها شوي. اما هذه كل شغلة على البنزين. الحمد لله رب العالمين، يعني ما تندمت اني اشتريتها، وقطعة محترمة جدا، لكن
انا ما بنصح فيها والله للاماني. القطع هاي انا ما بنصح فيها لانه احيانا بتكون خطرة جدا وبتقضي عليك وبتجيب لك العيد. اذا كنت مثبت سرعة وفي قدامك لا سمح الله صار اشي انت ما بتقدر تفاداه، الدعسة بتظلها معلقة. شايفين الطيارة مثل الدوار في مؤتة، طيارة المرحوم معاذ الكساس بالشهيد، بس ذيك لونها بيختلف، هذه لونها اخضر. قربت قربت، هانت ان شاء الله. يا بيرق التوحيد فوق فوق العالم. صرت وين املج؟ اتوقع هذه املج. الشمس صارت تضرب في عيني، بطلت اشوف، خلتني انعس، خلتني اجوع واعطش. اكمل على ينبع ولا اميل هان على الكورنيش؟ خلينا نميل، احنا وش ورانا؟ ليش مستعجلين؟ يا سلام يا سلام. ارجع هناك صف البحر، ارجع صف البحر. راح انزل عند هذراك، الاقرب نقطع البحر هناك تصف. سلام، صوت الأمواج. الله يعطيك العافية، تريح شوي مشان نكمل مشوارنا. وداعا يا أملج، إلى لقاء إن شاء الله. ما بعرف ليش حبيت المنطقة هذه، ممكن لأني كنت تعبان واحتضنتني، قالت لي أقعد تريح شوية هنا، توضى وصلي وكمل طريقك، على ويش مستعجل؟ ممكن فيها شيء من العقبة، روح 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 روح, روح. الله، وكأني على الجنوبي، كأني على الجنوبي في العقبة. جزيرة صغيرة هذه ولا شو؟ والله كانها جزيرة. فل البنزين صرنا ماشيين 224 على الفل اللي قبل، ما بدنا يصير فينا زي ما صار فينا قبل شوي. خمسة وتسعين، لا تسعين. يا حبيبي هذا ما كنا حاسبين حسابه. تفضل. فلسطيني أردني ولا مصري؟ أردني. ها؟ أردني. أردني. كيف الأردن؟ كلها أردنيين. كلها أردنيين. كويسة الحمد لله. يا الله كم المشوار إلى ينبع، نقول بسم الله. اوبا، نقاط تفتيش.
عجبتني حركة المظلة هذه، حركات بركات. ظل عن وجهتي تقريبا 61 كيلو 43 دقيقة. وجهتي التالية هي ينبع، راح بيت فيها ان شاء الله وبكرة بنكمل مشوار. ارحب اشكرك حبيبي، تسلم. والله ما سمعته، ما تحيي لي، كل الشكر. امسينا وامسى الملك لا ولا حول ولا قوه الا بالله، هذه وجهتي. الى ينبع البحر. صفيت دراجتي هناك واستأجرت الفندق هذا، فندق صفا بارك ينبع. يلا بنا على ينبع. جولي جو حلو. بعد ما نزلت على السوق وشفت المطاعم اكتشفت اني جعان، وبعد رحلة بحث طويلة اخذت طلب. هربي مسحب، هربي مسحب.